محافظة قنا الاجتماع الشهري لمسؤولي الإعلام والقيادات الدينية في إطار التعاون بين وزارة الصحة ووزارة الأوقاف من أجل تعزيز المفاهيم الصحيحة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. إليكم متابعة الزميل محمد همام. ضمن جهود الدولة لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يحظى باهتمام ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية، وفي إطار التعاون بين وزارتي الصحة والسكان والأوقاف من أجل تعزيز المفاهيم الصحيحة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، عقدت مديرية الصحة والسكان بقنا الاجتماع الدوري الشهر التنسيقي بين مسؤولي الإعلام والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية بالمحافظة ومراكزها المختلفة، والذي يأتي في إطار تنفيذ مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بدعم من الوكالة الأمريكية بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، حيث يركز المشروع على العمل في قرى حياة كريمة من أجل المساهمة في تنمية تلك القرى وتحسين مستوى معيشة أفرادها لتحقيق رؤية مصر 2030. احنا النهاردة بصدد تنفيذ الاجتماع التنسيقي ما بين مسؤولي الإعلام في مديرية الصحة في قنا ورجال الدين الإسلامي والمسيحي في محافظة قنا من أجل توصيل رسالة صحيحة ومفهوم صحيح عن تنظيم الأسرة والمباعدة ما بين الولادات لجميع أفراد المجتمع وللسيدات في سن الحمل والإنجاب في قرى محافظة قنا، وبصفة خاصة قرى برنامج حياة كريمة اللي هي فعلا في أشد الحاجة لتوصيل رسائل ومفاهيم صحيحة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، المشروع ده بيتمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 11 محافظة رئيسية وبيتنفذ في 10 محافظات تاني بالإضافة ل 11 محافظة دول، وبنهدف طبعا لتحسين نتائج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية أو استعمال وسائل تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة بين أفراد المجتمع، وفي نفس الوقت تحسين القدرة على اتخاذ القرار الصحيح مبني على المعلومات الدقيقة والصحيحة اللي بتطلع من أفراد المجتمع من مستوى الوحدة الصحية إلى المستويات المركزية. نحن في هنا في محافظة قنا ننفذ البرنامج الذي اتفقت عليه وزارة الأوقاف مع وزارة الصحة في برنامج تنظيم الأسرة، ونجتمع هنا في قنا اجتماعا شهريا مع مسؤولي الإعلام رجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي لنوصل المعلومة ببساطة للناس ونوعيهم بقضية تنظيم الأسرة. دواجي وهبة، راعي الكنيسة الإنجيلية بقنا. الحقيقة احنا موجودين ضمن مشروع لمديرية الصحة هنا في المحافظة، والحقيقة ده مش أول لقاء لنا. احنا خدنا تدريب قبل كده من حوالي شهرين وشغالين على هذا المشروع، والمشروع ده تعاون مع مديرية الصحة مع وزارة الأوقاف، والوقت اللي فات اهتمام رئيس الوزراء بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة الممثلة هنا في محافظة قنا، نعم. واللي بنقوم بها بدور لفكرة تعزيز الدور الإيجابي لفكرة المسجد مع الكنيسة ومجتمعات مؤسسات المجتمع المدني في ان احنا نكون بندخل في مجال التوعية للأسر. وكان في مشروع كبير في جرجوس الفترة اللي فاتت، وكان في دور كبير جدا لمديرية الصحة مع مؤسسات الكنيسة والمسجد في التوعية وتقديم محاضرات وندوات فيها بنحاول نحل كتير من مشاكل الزواج المبكر للفتيات، تنظيم الأسرة بالنسبة للأولاد. مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة يهدف إلى دعم جودة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتعزيز السلوكيات الصحية المختارة. محمد همام، طيبة.